طيب شباب، اليوم محاضرتنا عن الداتا ماشابس. اخذنا المحاضرات السابقه في هذه المساء كانت عن الداتا انتجريشن، مواضيع الداتا انتجريشن. في مواضيع الداتا انتجريشن كنا مركزين على لوكال داتا انتجريشن، انه عندك داتا بايدك او بالمؤسسات within enterprise، مش open داتا انتجريشن، مش على الانترنت او الاخرين. اليوم بدنا ناخذ شيء مفهوم له علاقه بالداتا انتجريشن او في صلب الداتا انتجريشن، اللي هو اسمه ماشابس. في الماشابس شو يعني ماش بوتيتو؟ مهروس. كيف مهروس الداتا؟ ها، هريس ماشب. مع على فكره انا قلت لها تعريف بس نسيت بقول لكم اياها بعدين، كلمه ماشب. وهذا كان تطور من اللي هو الانترنت اللي هي 2.0. هاتوا نشوف شو يعني ويب 2.0 داتا ماشبس. طبعا هذه المحاضره بتكون مصوره على الموقع المادي. زي ما احنا شايفين في الماضي كانوا الناس يعملوا شيء بنسميه عوني. كيف انتقلت الانترنت؟ بدنا نشوف هلا كيف انتقلت الانترنت من وين 0.1 ل 2.0، سوري، من 1.0 ل 2.0. هلا الانترنت زي ما انتم بتعرفوا من كذا سنه صارت مور سوشيال، صح؟ هاتوا نشوف، صار يعني كولابوريشن سوشيال، مش بس سوشيال، صار في شيء كولابوريتيف في الانترنت، وصارت الناس تهتم في الشيرنج تبع شغل. وبدنا نشوف اليوم وين الانترنت اللي هي 2.0 رايح، وين رايح؟ طبعا معظمها اي بي ايز، كلنا بنعرف ايش اللي هي الويكيبيديا. في الويكيبيديا بنعرف انه مثلا بتدعم 256 لغه وفيها ملايين الدوكيومنتس اللي انعملت، وهذه اللي الدوكيومنتس عملوها مين؟ الناس. واستعملها مين؟ الناس. من الناس الى الناس، كله جهد مجتمع وليس جهد مؤسسه او فرد. وهذا ايش هو؟ فليكر. شو فليكر؟ موقع للصور. بس شو بيساوي؟ انو الداتا اللي فيه، الكونتنت اللي فيه، انو اللي بيحطها؟ الناس. وانو اللي بيستعملها؟ الناس. ملايين اليوزرز. طبعا انو وراء، بتعرفوا اني شركه وراء؟ يا هاي يوتيوب. الناس بحطوا فيديوز بيستعملوها الناس. مواقع هائله، معلومات هائله، كلها هاي بيشتركوا الناس فيها، بحطوها وبيستعملوها. بشي وراها واحد بيعمل ديفلوبمنت للكونتنت، بعد بطور المحتوى وبحطه. هاي امازون. امازون امازون بالمناسبه اوعى تفكروا انه كمان وراها مجموعه معينه. اهم شيء بامازون الريفيو، الريفيوز اللي بتيجي على البرودكتس. هي بطلت بس للكتب امازون، بتعرفوا تقدر تبيع وتشتري منها الكترونيات وشغلات كثيره وموسيقى. الريفيوز اللي بتصير انو اللي بحطها؟ الناس. وانو بيستعملها؟ الناس. نسيت اقول شغله، نسيت اقول انه انا في عندي اي بي اي للويكيبيديا، صح؟ وفي عندي اي بي اي لمين؟ لفليكر. وفي عندي اي بي اي ليوتيوب ولامازون. شو يعني اي بي اي؟ يعني كل المحتوى تبعهم بطريقه او باخرى بقدر انا ايش اسوي فيه؟ استعمله داخل برنامجي كله، بقدر انزله. واو، تخيل كل هاي المعلومات الهائله جدا اللي الناس بتكتبها كلها هلا صارت بين ايدك. هاي زي مثلا upcoming.org، مثال ثاني. موقع كل ما واحد بيعمل ايفنت، احنا هون بجزء فلسطين مش منتشر، بس كل ما واحد بده يعمل ايفنت، اي ايفنت عن اي شيء، بس بحطها كمان. وانت يو سبسكرايب لسمثينج. وهالناس ملايين الناس بتحط ايفنتس وبتكيب ايفنتس وبتشترك في ايفنتس، وكل البيانات اللي فيها كمان بنقدر نشفطها ونستعملها داخل برنامجنا عبر اي بي ايز. بلوج، انا بقدر اعمل بلوج لحالي. شو يعني بلوج؟
زي البلوك تاع الكورس، انه انا بحط كونتنت وفي ناس بتستعمل، انا بكتب اشي ناس بتستعمل. كل هذا الكلام كمان له طرق معينة نطول نخرج كل الداتا اللي فيه ونحطها ونستعملها داخل برنامجنا. لينكدين، تعرف انه كمان لينكدين له اي بي اي، كلكم بجوز لكم بروفايل على لينكدين له اي بي اي. كل هلا مش طبعا في بعض المواقع مش كل شيء بتعطيك اياه، يعني مثلا تقدر تاخذ مثلا هلا بنيجي على الفيسبوك، زي الفيسبوك نفس الشيء، كمان الفيسبوك له اي بي اي او له اي بي اي الفيسبوك، بقدر اطول البيانات اللي فيه. ولا اعمل برنامج، بس هلا في طرق مرة، اعمل برنامج فيسبوك اب حطه على الفيسبوك، بدل ما انت لما تستعمل ابس شو بيجيب لك، يو وانت الاو يو يور يوزرز، او بتعمل انت الشخص بتعمل الاو للبرنامج اللي بدك اياه، يشفط البيانات كلها عنك. طب ايش مثلا البيانات الشخصية، كمان البوس كلها تقدر تقول له، كمان ياخذ يور فريندز ولا ما يشوفش اليور فريندز، انت بتحدد. على فكرة تويتر اوبن، ففي عنا كثير من المواقع والداتا اللي بنقدر ناخذها على الابيانات. هلا في شيء نسميه الويب 2.0 تكنولوجيز. اول تكنولوجي واسهل تكنولوجي اللي بنسميها كونتنت سندكيشنز اللي هي الار اس اس، وبعدين بدنا نشوف الماشابس والابيانات. بنقدر ناخذ مثلا هذا موقع البي بي سي، بنقدر ناخذ النيوز اللي بتكتبها البي بي سي عبر هاي، شايفين هاي الاشاره، هاي اللي هي الار اس اس. ار اس اس مش عارف، مش متذكر انا اختصارها ايش، موجود عندي المشكله. اذا بتكبس هون البراوزر تبعك بصير ياخذها، والبراوزر تبعك في الباك جراوند شو بصير يساوي، يعمل سينكرونايزيشن. يعني بتكيش تفتح البي بي سي على البي بي سي بصير، او السي ان ان ما بلزمكيش، خلص بصير تشوفهم. بيجينك هاي الداتا، هاي النيوز، كل ما تنزل بتجيك فورمات، البراوزر تبعك بيورجيك اياها بهذا الفورمات. بس اذا بتعمل فيو سورس لهذا الفورمات، تلك ايتم له تايتل، له ديسكربشن، ها اللينك، والبابليكيشن ديت، الكاتيجوري الى اخره. هاي الار اس اس في كثير مواقع بيجيب لك الار اس اس، يعني التحديثات اللي بتصير، التحديثات كل اي شيء تحديثات بتجيك. هلا هاي طريقه، هاي اسهل طريقه، بجوز اول طريقه استعملت، اول تقنيه استعملت عشان انت تقدر تاخذ البيانات اللي هي التحديثات. البيانات هون تكون اللي هي التحديثات الاخيره اللي صارت على البيانات عندهم على الموقع، تاخذها ومدامها اكس ام ال تعرضها انت زي ما بدك. موضوعنا نركز على الماشبس. الماشبس شيء زي البازل، عندنا زي البازل. هلا نشوف شو يعني زي البازل. اول شيء الماشبس عباره عن برنامج، هو نيو ويب ابلكيشن. انت بتقدر تعمل ديفلوبمنت لماشب. كيف يعني، شو الفكره هون؟ الفكره هون انه الداتا تبعتك، يعني اذا انت عملت موقع الداتا اللي فيه مش منك، ولا من وين؟ من المواقع هاي اللي لها اي بي ايز. جبت الداتا، يو كومباين، يعني جبت، هلا بضرب لكم امثله. مثلا رحت على موقع شو بدك فلسطيني، اخذت الداتا منه اذا عنده اي بي اي، واخذت من جوبس دوت بي اس كمان اذا له اي بي اي، نفترض جدل انه له، تاخذهم انت برنامجك اللي باخذهم بشفطهم، وبجوز شو يساوي، وياخذ الاي بي اي تبع جوجل مابس، من جوجل مابس ناخذهم. شو بنساوي مثلا، قررت انت الابلكيشن تبعك بسقط الوظائف والاشياء اللي في شو بدك وين؟ على الخط. وعملت سايت، ويب سايت، وايش سويت؟ يعني انت شو سويته؟ دمجت داتا مش الك، لغيرك، وحطيتها على الانترنت. اسمع شوي، وعملت اي بي اي
لغيرك. هاي اللي هي الماشب هو combines data from more than one source into a single integrated tool. هلا كل الفكرة انك انت قدمت سيرفيس جديدة it was not originally even intended, يعني لا جوجل خطط انه يحطها ولا jobs.bs خطط يحطوها ولا شو بدك خطط يحطوها. انت فكرت عملت خدمة جديدة للناس ها منك. فكل هذا تم عبر APIs. هاتوا نشوف امثلة على APIs. هنا في فوتنج موقع بعمل عنده فوتنج فجاب الجوجل ماب وكل واحد كل اللي بيعملوا فوتنج بس حلهم هون. هذا نسميه موقع نسميه ماشب. هذا موقع ثاني شو فيه بطول من بروح على اليوتيوب وعلى ياهو جيو كودينج داتا وعلى الجوجل ماب وبسقط على الجوجل ماب الموست او التوب 10 موست باورفول اند بيست بيد سيلبريتيز. شغلك هاي موقع ثاني في بغض النظر شو بيعمل بالمناسبه اي دونت كير. هلا بورجيكم كثير ايدياز لماشاب بس انه في عندنا امازون وفي عندنا اي او ال فيديوز وبوكس وهاي كل هذول عباره عن مواقع الداتا تبعتها لها اي بي اي وانت واللي طور الماشاب شو سوى اخذ هالداتا من اكثر من مكان وعملها ريس ماشي وعمل وحطها واطلع سيرفيس جديد. على فكرة وكمان مرة بأكد انه وهو نفسه كمان اللي عمله وبما انه صار خلط الكونتنت على فكرة بتكلفه شوية شغل هو. هلا بنشوف وين المشكلة وهو اذا انت بدك تساوي برنامج زي هيك وين المشكلة. انت كمان نفسه اللي سوى هذا الكلام بيعمل اي بي اي للماشب تبعه. بيجي بيجي احمد باخذ من الماشب اللي انا عملته ومن الماشب اللي ايمان عملته ومن جوجل ومن مش عارف ويوتيوب وبيعمل ماشب جديد و هلما جرب نادر. هلا الماشب لازم يكون دائما up to date مظبوط؟ لازم يكون دائما up to date. شو يعني معناها؟ هلا انا بالماشب اذا بعمل ويب سايت مثلا واحط فيه تكنولوجيا تاعت الماشب بده في مثلا بدي اجيب اي بي اي مثلا محل معين اقرب منه مظبوط؟ هلا بركي الاي بي اي تاعت هذا الموقع انه تغير او صار في شيء ما يعني في هذا اللي بتحكي عنه انت شغله فنيه بمعنى بس احنا لما بنشرح بالكونسيبت بس قد قصده كلكم انه قد تلاقوا مشكله هو بيعبر عن مشكله انه او افرض انه الموقع اللي باخذ منه وقف بضرب الاي بي اي بضرب الماشر تبعي صح افرض انه بطل صار بده يدفع له مزبوط. فكل هاي الاشياء تشالنجز للماشر. طيب الموقع الثاني اي بارتي جايد باخذ من ياهو مابس ومن ياهو لوكال لوكال اللي هي زي هي داتابيس لياهو مش يعني مش سيرش انجن نفسه في عندهم داتابيس وباخذ من فليكر وبحط على الخارطه وين الحفلات اللي بدها تصير الليله وبورجيك اياها واذا بتعمل كليك بورجيك صوره البار والريستورانت اللي بدها تصير فيه الحفله. انترستنج صح؟ تخيلوا انتم بدكم تسووا شيء واحد ياخذ من جامعة بير زيت فكرة ماشب يعني واحد ياخذ من جامعة بير زيت الايفنتس اللي بدها تصير صح؟ مش في عندنا في انو مبنى بدها تصير ويعكسها على مثلا جوجل ما هاي ماشب لا هاي الداتا له ولا هاي الداتا له شو سوى بس؟ كومبانيشن ماشي. هاي حدا اخذ هاي لازم تتساوى عنها انه واحد باخذ اخذ عنده داتا بيس من الناس اللي بدهم اجروا شقق وبيعوا شقق والى اخره داتا بيس موجوده يعني. بس ما هاي الداتا بيس مش معكوسه على خارطه معينه فهو شو اجى سوى؟ عكس هاي الادرس اللي بيشكوا حاطين اللي بيعلن حاط الادرس عكسها وين؟ طبعا هذا كله اوتوماتيك سمي اوتوماتيك على خارطه وصرت انت تطلع تشوف. على فكره زي ما حكى نادر لو هذا يبطل الويب سايت اللي يبطل يعمل ابديت طبعا هلا انت بتقول هيك بس مش دائما هذا الكلام مهم يعني في كيسز او في سيناريوز مش مشكله. هاي حدا حط الديزيزز امراض
جاب من جوجل نيوز ومن بروميد ومن World Health Organization، جاب ووزع تقسيمة الأمراض على الخرطة. ها ماشي، وهلما جرب في عنا كثير ماشي. بس كل الفكرة انه be innovative guys، في عندك كثير APIs، ها عندنا كثير APIs، وهاي الـ APIs انت شو بتساوي؟ شو بتساوي؟ تطور الماشاب تبعك. يعني باختصار هاي زي البازل، تروح على الداتا كلها الموجودة بالسوق وبتقول في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وبدي انا اصير ايش منهن هالقطع الصغار، بدي اساوي صورة. الصورة ايه اللي قاعد ترسمها؟ في موقع لا الـ APIs هذول المشهورات، في اسمه programmableweb.com. هاي في الـ APIs ليست بالـ APIs، وعلى فكرة للي بده يدور على أفكار ماشابس في ليست بالماشابس و و و و و وكيف وقايد للي بده يتطور وكيف يستعمل الـ API، في يعني technical guides للموضوع. يعني باختصار هذا حط كيف API X زائد API Y makes money. انت وشطارتك بي انوفيتيف، يعني عشان بس دورك ما تحط لي شو X وشو Y. طيب يعني باختصار صفت الانترنت طلعوا علي زي ما حكاها بروفيسور ميرسمان، روبرت ميرسمان قال لي هاي الانترنت رايحه باتجاه هذا الكلام قبل 4 سنين. هاي زي بايتس اوف داتا الانترنت، وي ار جوينج تو بي تو هاف، يعني الايديا وي ار جوينج تو هاف بايتس اوف داتا، و وات يو ويل دو يو ويل جاست كونكت، تشفط داتا وتحط مع حدا ثاني وتعمل انت بايب ثاني. يعني باختصار من هون تجي API داتا، ومن هون داتا، ومن هون داتا، وانت بتخرج اشي داتا ثانية. على فكرة واحد ثاني شو بيجي بيستعمل الاوتبوت تبعك في انبوت كيف الانترنت. او باختصار انا عرفت شو الباش شو الماشب الماشب او جست مش انا عرفت بمعنى try to see it as the following. انه the web is becoming a database. وكأنه طب واحد بيجي يقول لي هاي الفكرة تشبه انه انا عندي tables في database، وكل وانا لما اعمل query select كذا وكذا from A, B, C، مهم A, B, C tables صح؟ A, B, C عندي tables، فهذول tables هذول التيبلز، فانا بتخيل الماشب from different resources زيه زي انا بعمل query from different tables. فصارت الانترنت وكانه فصار الماشب وكانه view لداتا جاي من different sources، وانت هاي الفيو تقدر تستعملها في فيو ثاني، وكل واحد باخذ وبريوز الداتا. في حدا عنده لحد الان سؤال؟ أسئلة؟ محمد شو سؤالك؟ زين الدين في حدا عنده سؤال؟ وين المشاكل؟ في قانون بنظم هذا الشيء؟ في قانون بنظم هذا الشيء؟ هلا بتعرف لما بنحكي على الويب، الويب فيش له قوانين، في شيء بدنا نسميه بدناش ناخذ الامور كقوانين. هل في حدا طب مش قوانين في انظمه؟ لا، في ستاندردز. ستاندردز بالضبط في مناطق بتصير فيها ستاندردز، زي مثلا الاكس ام ال. الاكس ام ال يعني فكره الاكس ام ال نفسها هاي ان نعملها ستاندرد، نعمل فورمات للداتا
صارت الداتا تجيني بجوز عبر اجاكس او اكس ام ال او فصار في عده فورماتس للداتا. هاي بتساعد لتنظيم الموضوع. صار في بروتوكولز اذا كانت ويب سيرفيسز معناته بنستعمل بروتوكول السوب والريست. يعني الموضوع مش قانون بمعنى الستاند. فكره الستاندردز جمال هي اجت لمحاوله لتنظيم الامور. في سياسات استخدام في اشياء مش مجانيه؟ لا لا, لا. هذا شيء فري يعني. هاي ظاهره على فكره. هذا مش هاي اللي بقول لكم اياه. انا بجوز تقول طب انا بدي اعمل ماشاب شو اللغه اللي بدك تكتبها؟ اكتب اللي بدك اياه. يعني انا بقعد بس احنا هون بنستعرض ظاهره موجود ك على فكره. هذا الكلام على فكره هذا البرزنتيشن انا عملته من 2008 مش جديد بس لهي. هلا هو تحضيرا للمحاضره اللي بعده اللي هي عن السيمانتيك. هذا الويب 2.0 هون رايح بك. ولا زال الماشابس فكره الماشابس لا زالت قائمه على فكره. بس هاي اخذت صدى بال2009 اخذت صدى هائل جدا. يعني الشركات كلها حولت. زي في حدا عمل ماشاب هيك فكره بايبس اسمه ياهو بايبس اللي احنا عملنا مشكو اللي عملناه على غرار الانترفيس تبعه كان بيشبه الياهو بايبس. فهي الفكره فكره الماشابس رحيت شو او اهم شيء شفتوا لي وين الانترنت راح. المشاكل اللي تواجهك التشالنجز سبوز يو وانت تو بيلد ا ماشاب بيلد اب يور بابليكيشنز. يعني زي مثلا بدك انت فكره ماشاب. انا عندي بابليكيشنز عندي البابليكيشنز تبعتي ها بقدر اخذها من جوجل سكالر ومن مش عارف كذا وكذا وكذا. هلا فيش موقع يعني مثلا